نترككم الآن مع مجريات اللقاء. فرجة ممتعة. الذي بدوره سبق له وأن لعب لنادي أولمبيكس في وليد الصبار التي لعب لأولمبيكس في بعد ذلك انتقل. هنا فرصة لفائدة لمصلحة نادي الرجاء الرياضي. العرضية كانت من مذكور. مازالت الفرصة متواصلة. ضربة راسية. جول 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 جول. لكن الهدف حكم. هنا اللقطة. هنا الفرصة. هنا المحاولة. كانت العرضية من الروجي أو من مذكور وصلت لزريدة. كانت المطالبة بركلة جزاء. بعد ذلك ضربة رأسية بالخطأ. يسجل ياسين كرداني في مرمى هدف أول لفائدة ولمصلحة نادي الرجاء الرياضي الذي يصل للمرمى. يصل للشباك وينجح في تسجيل الهدف الأول في المقابلة. هنا اللقطة الماضية. هنا كانت العرضية من محمد زريدة. وصلت الكرة لخابة. خابة وضربة رأسية بالخطأ. يسجل في مرمى ياسين كرداني. أن يعود لي وليد غيلوف. من غيلوف لمنصف العمري. ما الذي سيفعل المنصف؟ يعود لعبد الله ديارة دائما لعناصر نادي أولمبيكس في الذين يواصلون البحث ويضغطون في هذه اللحظات. هنا العرضية. عبد الغفور. عبد الغفور. جول 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 جول. يسجل بالخطأ في مرماه. يسجل بالخطأ في مرماه. مدافع جنونية وفرحة هستيرية هنا في مدرجات ملعب المسيرة الخضراء. ينجح نادي أولمبيكس. اللقطة. هنا الإعادة. هنا الفرصة التي من خلالها نجح نادي أولمبيكس في تسجيل هدف التعادل. هدف لفائدة ولمصلحة نادي أولمبيك أسفي. هنا اللقطة. هنا الفرصة. هنا المحاولة. هدف التعادل لفائدة ولمصلحة نادي أولمبيك أسفي.